Dear engineers, بهيدا الفيديو حنكمل مع الاكزامبل نمبر 1 اللي هو حناخد الاكزامبل اللي بنشتغل عليه الكاربل ديزاين. بهيدي الابلكيشن عندي انا كاربل سبورتد على كولوم عليه في يو 150 كيلو نيوتن والان يو سي حنشوف هلا كيف نقدر نحسبها اذا ما كانت given. وعندي الكاربل سايز هو 400 مليمتر هايت, يعني الكروس سكشن تبعيته, يعني اذا انا بعمل سكشن فيه لهيدا الكاربل هون اكيد هيدي هي ال 400 ملم, والويث لجوا عرضه لهيدا الكاربل قديش 200 ملم. وعندي الشير سبان اللي هي الاي 100 ملم, يعني اللي هي عم تسبب لي مومنت على هيدا الكولوم قيمته في يو تايمز الاي هي 100 ملم. عندي الكونكريت 25, الرينفورسمنت اللي نحن بدنا نستعمله ان كان فور فلكشر او فور شير اللي بده ينحط الجريد تبعه 400 ام بي اي. خلصنا من الدايمنشنز. كونكريت كفر تو رينفورسمنت 50 ملم. الريكوايرد هو تو ديزاين ذا فلكشر اند شير فريكشن رينفورسمنت اوف كاربل ستراكشر اباف, يعني كل الرينفورسمنت اللي لازم ينحط لازم نعمل له ديزاين بناء على الشيء اللي سبق وحكيناه باول سيشن. هلا لحتى لا نقدر نحن نحسب الـ NUC, الـ NUC إلا نحن هو عادة بيكون due to two cases of loading. أول شيء البيم بده يعمل bending, ممكن يعمل lateral force بهذا الاتجاه عم بيسبب tension عليها للكاربل, لازم حط reinforcement to resist هيدا التنشن. وتاني شغلة اللي هو restraint to motion, يعني temperature effect. وبالتالي من الصعب جدا انه نقدر نحسب الان يو سي فروم تمبرتشر, وهذا الشيء يعني جدا جدا بياخذ وقت. وانت كستراكشرال انجينير بالاخير بدك شيء براكتيكال, يعني شيء رقم سريع تقدر تمشي عليه. براكتيكلي الان يو سي بيتاخذ 0.2 من الفي يو, يعني اذا انا عندي الفي يو هو 150 كيلو نيوتن, عندي الان يو سي هو 0.2 ضرب ال 150 بيطلع 30 كيلو نيوتن. واكيد الدايركشن تبعيته هي اوتورد, ليش؟ لحتى لا يخلق تنشن على اكيد الكومبريشن منه كريتيكال, لانه الكومبريشن في عندي انا الكونكريت هيوج كونكريت اريا, لاحظوا الاريا كلها سوا هيدي اللي هون عم تعمل ريزيست لهيدا الكومبريشن فورس, وبالتالي التنشن هو الكريتيكال. ليه؟ لانه التنشن كانت بي ريزيستد باي كونكريت, وبالتالي لازم يكون في عندي اديشنال رينفورسمنت تو ريزيست هيدا الان يو سي. هلا هون صار في عندي انا 30 كيلو نيوتن NUC وعندي الـ VU 150 كيلو نيوتن, بعرف حتخلق مومنت على هيدا البيم, وبالتالي هلأ صار فيه أنا شو أعمل, ومعي الـ Cross Sectional Area للكاربل, هلأ صار فيه شو أعمل, أنا صار فيه أعمل ديزاين. عادة هيدا الـ Height اللي هون قديش بيكون Practically؟ Practically لازم يكون Enough إنه لما بدي يحط أنا الـ Reinforcement اللي بدي يعمل Resist للـ Shear اللي بده ينتقل ثرو هيدا البلين لازم يكون انف. يعني انا فرضا انا ولا بدي احط اربعه كلوز ستيرابس اللي هن بيكونوا لجوا مثل ما حنشوف بالديتيلينج, لازم هيدا الهايت يكون انف تو بروفايد هيدا الرينفورسمنت. عاده انا بوزع الشير فريكشن رينفورسمنت على مسافه ثلثين الدي, يعني 2 اوفر 3 من الدي, وبالتالي انا شو صار فيي, صار فيي اعمل, صار فيي اعرف قديش المينيموم ريكوايرد دبث على هيدا السايد. يعني هون انا فيي اعمل مثلا تقريبا اكبر من ثلثين الدي, يعني اذا انا عندي ثلثين الدي 2 اوفر 3 من الدي قديش بيساوي, هو 2 على 3 ضرب ال 400, وهيدا الشيء بنشوفه واضح من خلال هيدا السكتش اللي بنقدر نعمل فيه ديتيلينج للرينفورسمنت. لاحظوا الاي اتش اللي لازم ينحط هو بده ينعمل له ديستريبيوشن along 2 over 3 من الدي. طيب اذا نحن بنحسبها, نحسب 2 over 3 من الدي بتطلع تقريبا 27 سنتي, يعني شو حتقول, حتقول الكاربل سايز هون مثلا خلينا ناخذ رقم يكون براكتيكال 30 سنتي, يعني صارت على هيدا الفيس هي عبارة عن 40 سنتي وعلى الاذر فيس عبارة عن 30 سنتي. تمام, هلا
حنروح نشتغل على البروجرام اللي نحن حنشتغل عليه الديزاين لهودي التو اليمنتس اللي هن الكاربل والبيم لاتش. اسمه هذا البرنامج RCM ACI Builder، برنامج جدا جدا سهل وكتير براكتيكال، ما بيساعدك بس بالكاربل واللاج، بيساعدك بكتير شغلات منه الديزاين اوف بيمز اند سلابس، ديزاين اوف فوتينجز اند بايل كابس. برنامج كتير سهل وسلس انك انت اذا كان في عندك given اللي هو الستريننج اكشنز، يعني كيف نحن بنقدر نشتغل على هذا البرنامج، لازم يكون في عندي مثلا given المومنت الفي يو، لازم يكون عندي الاكسيال مثلا والمومنت لحتى اقدر اشتغل الفوتينجز والبايل كابس الى اخره. الديفلكشن بتقدر تعمل تشيك فور بانشينج. نحن حنروح اول اكزامبل هو كاربلز اند براكتس، هعمل دبل كليك عليها. البرنامج كتير سهل انه يستعمل، الجيفن هي موجودة على اللفت سايد والسكتش موجود على الرايت سايد. من السهل جدا انك انت بس اي شيء عم بيسألك عنه السوفتوير تو هاف ا لوك على السكتش وتعرف عن شو عم بيسألك. اول شيء عم بيسألني عن الكومبرسيف سترينكس، نحن قلنا بالاكزامبل تبعنا اذا بنرجع لإله عبتكون الجيفن تبعيتنا الاف برايم سي 25 ام بي اي، الاف واي 400، الكونكريت كفر 50، البراكت دايمنشنز واضحه. حروح على البروجرام حقول له 25 الاف برايم سي، الاف واي 400 ام بي اي. عم يسالني عن الكاربل هايت اتش، لاحظوا الاتش هو التوتال، ليش؟ لانه هو اللي لازم يعمل ريزيست لمين؟ للبندنج مومنت، لانه هو كاربل عباره عن كانتيليفر، شورت كانتيليفر. يعني كيف بيكون شكل البندنج مومنت عليه؟ نيجاتيف 0-1 من بعد الفورس، يعني إذا هون الفورس اللوكيشن لهيدي الفورس 0 مومنت من الفورس للأند، وعلى الفيكسيتي بيكون الماكسيموم. هيش؟ لأنه هو عبارة عن كاربل، يعني شورت كانتيليفر. يعني أنا بيهمني الدبث وين على الفيس للكولوم اللي هو عبارة عن 400 مليمتر. الكاربل بريث يعني اللي هو عرضة لهيدي الكاربل عبارة عن 200 مليمتر. كوفر تو سنتر of tension bar مثل ما ذكرنا هو 5 سنتي. البيرينج لودد اريا هون عم بيسالني عن مين؟ عم بيسالني عن البيرينج بليت دايمنشنز اللي هو ال بي والدبليو بي، يعني ال بي هو طول البليت والدبليو بي هو عرض البليت. هلا لحتى نقدر نحن نحسب قديش السايز للبيرينج بليت اللي هو الستيل بليت اللي عم بينقل، اللي هو مرسوم هون بالاخضر، اللي عم بينقل الفورس في يو للكونكريت، شو لازم نعمل؟ لازم نعمل check up على البيرينج ستريس. إذا منروح نحن according للACI، according للACI code، الكود محدد لي limit معين للبيرينج ستريس، تقريبا هو بيكون عادة 0.2 F prime C. هلا بما أنه نحن عم نحكي على بيرينج ستريس، هيدي الفيو لتنتقل through the plate للكونكريت لازم يكون أنا عندي enough area من هيدا البليت to transfer safely هيدي الفورس. طيب بما انه عم بحكي انا على الستريس معناتها بكون عم بحكي على فورس اوفر اريا، هيدي الفورس اوفر اريا لازم تكون اصغر او تساوي الالاوبل بيرنج ستريس اللي محدد لي اياه الكود. قديش محدد لي الكود؟ قلنا تقريبا approximately 0.2 من الاف برايم سي. طيب نحن قديش الاف برايم سي عندنا اياها؟ عندنا اياها 25، يعني 0.2 ضرب ال 25 بتطلع عندي 5 MPa. هلا الجيفن هو البي، الميسنج هو الاريا. طيب الاي هي اكبر او تساوي بي على 5 MPa. طيب البي شو هو هون؟ البي هو البي سيرفيس. طيب انا كجيفن معي كفي يو معي التيمت، وهذا الالتيمت بيكون انكلودينج 1.2 ديد لود بلس 1.6 live load. طب وانا بالسؤال من ما عندي انا كgiven قديش الاماونت اوف ديد لود كسيرفيس وقديش الاماونت اوف لايف لود كسيرفيس، بدي اخذ شيء ابروكسيمت، يعني باخذ الافرج لل 1.2 مع ال 1.6 بيطلع الافرج تبعه 1.4. يعني هون حقول البي هو في يو على فاكتور اوف سيفتي يساوي الافرج لل 1.2 مع ال 1.4 مع ال 1.6 بيطلع 1.4 على 5 ام بي اي. قديش بيطلع الاريا؟ هقول هو عبارة عن 150، بدنا ننتبه لليونت لأنه هون بالام بي اي، يعني 150 كيلو نيوتن، يعني 150 ألف نيوتن على 1.4 على 5 بيطلع الاريا ان مليمتر سكوير، وأنا هعمله هعتبره as a square.
مش حاعتبره ريكتانجل لسهولة الكالكوليشن. بيطلع هيدا الاريا اللي عنا هو 21,428 مليمتر سكوير. هلا حقول انا هو عبارة عن سكوير بليت، يعني ال ضرب ال بي هي الاريا. لحتى احسب ال او ال بي، ال بتساوي راديكال لمين؟ راديكال للاريا. ليه؟ لانه الاريا هي طول ضرب ال بي، وبالتالي راديكال الاريا حيطلع عندي ابروكسيمتلي الرقم هون 146 مليمتر، حاخده انا قديش؟ 150 مليمتر. قدرنا نحدد السايز للبليت، يعني انا هون عندي بليت طوله وعرضه 150 مليمتر. هلا حروح على البروجرام حقول له ال بي 150. هلا ممكن عاده ال بي يكون اكبر، ليش؟ لحتى لهدي اكبر طول منه للبيم. وهون حقول له WP. هلا انت حددت، لما هلا عملنا نحن هيدي الكالكوليشن حددنا المينيموم دايمنشن لهيدا البليت. يعني انت ممكن اكوردنجلي لهذا الموضوع شو تقدر تعمل، بما انه ال بي بيكون عاده اعرض من ال بي، من الاوميجا بي، شو بعمل انا؟ باخذ الاوميجا بي هو المينيموم 150، وبقول مثلا انه ال بي مثلا حيكون 200. اكيد كل ما كبرت الاريا البيرنج ستريس حيخف. هلا هون عم بيسالني عن الانترنال كليرنس، عم بيسالني عن شو؟ عن الاي 1. نحن معنا الاي، وعم بيسالني عن الاكسترنال كليرنس اللي عم بيسالني عن الاي 1 والاي 2. لاحظوا الاي 1 يعني هيدا البليت محطوط على البراكت، انا معي طوله للبراكت كله سوا، بحاجه للاي 1 وبحاجه للاي 2، وبحاجه اكيد لمين؟ بحاجه للاريا، عفوا للاي. ليش؟ لانه من الاي السوفت وير شو بده يقدر يحسب؟ الفي يو ضرب الاي حتعطيني المومنت على مين؟ حتعطيني المومنت على البراكت. طيب لحتى لا نقدر نحسب الاي 1 والاي 2 حنروح نعمل سكتش هون لحتى لا نقدر نحدد هودي الدايمنشنز. حنمحي هيدا. هلا حنرسم البراكت. اوكي هلا حددنا نحن السايز للبليت، كان هون عرضه 150 مليمتر ولجوا 200 مليمتر، وعندي الفي يو جاي هون كجيفن. انا عندي الشير سبان الاي هي 100 مليمتر، ناقصني انا هيدي الديستانس، خلينا نحطها بلون تاني لحتى نقدر نميزها. ناقصني انا الديستانس لاول البليت ومن اخر البليت لاخر الكاربل. هلا بالنسبه لطوله للكاربل هو ميسنج داتا لنا على طول. As a preliminary dimension فينا نبلش ال H للبيم هو طول هيدا الكاربل، وبالتالي الكاربل عندنا نحن قديش طوله؟ 40 مليمتر، يعني التوتال 40 مليمتر. هلا لأحسب ال E1 وبدي أحسب ال E2. لأحسب ال E1، ال E1 هي 100، يعني الديستانس من الطرف للسنتر تبع البليت ناقص نص البليت، يعني حقول E1 equal 100 مليمتر ناقص 150 على 2 مليمتر. 150 على 2 هي 75، يعني قد ايه بتطلع الاي 1؟ 25 مليمتر. هيك بنكون حسابات الاي 1. هلا بالنسبه للاي 2، الاي 2 شو حتكون؟ الاي 2 حتكون هي الاتش ناقص اي 1 ناقص السايز للبليت، يعني حقول الاي 2 ايكوال 400 ناقص الاي 1 25 مليمتر ناقص 150 مليمتر اللي هو السايز للبليت، تطلع 225 مليمتر. هيك حددنا الاي 1 والاي 2. هلا حنرجع للسوفت وير، حقول له الاي 1 هو 25 مليمتر، وحقول له الاي 2 هو عباره عن 225 مليمتر. عم بيسالني عن الفي ديد لود والفي لايف لود. هون السوفت وير احسن من ال كاكزامبل، نحن داخلين دغري الفي يو، وبالتالي حسبنا كمان نحن الهوريزونتال تنشن قد ايه طلعت الهوريزونتال لنا 0.2 في يو، يعني هي 30 كيلو نيوتن. هلا لحتى احسب الفي داد لود والفي لايف لود بطريقه انه جمعهم حيكون الفي يو، بما انه نحن قسمنا على 1.4 صرنا قادرين نحدد قد ايش الفي داد لود والفي لايف لود. هلا لحتى نحن نتجاوز هيدي المشكله اللي هون لازم نعمل assumption للفي dead load. حنعتبر انه dead load الفي من dead load 50 كيلو نيوتن،
والفي من اللايف لود هنعتبرها رقم تقريبا بيعطيني قريب ال 150. يعني اذا نحن بنعمل كالكوليشن على على جنب، يعني اذا اعتبرنا 1.2 ضرب 50 هيعطيني اللي هو حيكون الفي داد لود، يعني هيعطيني 60 كيلو نيوتن. هلا 150 ناقص 60 بيعطيني 90 كيلو نيوتن، هو الفاضل 90 قسمي 1.6 بيعطيني 56 كيلو نيوتن. يعني هقول 1.6 ضرب 56 بيعطيني approximately 90 كيلو نيوتن. هلا اذا بجمع انا 90 مع 60 بيعطيني 150 كيلو نيوتن، لانه ضروري انا اقسمهم. هلا حروح على السوفت وير حقول له الدد هو عباره عن 50 كيلو نيوتن، والفي لايف لود عباره عن 56، التي قلنا هو 20% من التوتال في يو، يعني من ال 150 حيكون 30 كيلو نيوتن. عم بيسالني هلا البروفايدد ستيل بارز اللي بدي احطهم قديش الدايمتر لهم، هذا الدايمتر التنشن ستيل بار دايمتر، يعني اللي هو باللون اللي هو روز اللي هون او الموف قريب الموف الماجونتا. عم بيسالني نمبر اوف ستيربس روز، يعني ال 1 2 3 4 فرضا حقول له انا ححط 4 رو. عم بيسالني نمبر اوف ستيربس لاجز بير رو، يعني هل هيدا اللاجز، يعني شو معناتها اللاجز؟ يعني نحن عم نطلع هلا كسايد فيو، اذا بتطلع كبلان فيو عليه لل للشير رينفورسمنت، نحن بهيدي الصوره اللي هون كرينفورسمنت شايفين 1 لج، بس هو فعليا شو حيكون هيدا الرينفورسمنت؟ هو عباره عن كلوزد ستيربس، يعني اتليست شو يكون 2 لجز. يعني انا اذا بتطلع فيه من بلان فيو شو حشوف؟ حشوفه عباره عن كلوزد ستيربس، يعني كم لج عندي؟ 1 2 لج، اتليست 2 لج اكيد. هلا هون حروح ارجع على السوفت وير، هون حقول له نمبر اوف ستيربس لج، يعني لما يقول لي هون مثلا 4 شو معناتها؟ اذا بروح انا بالبلان فيو، بالبلان فيو يعني شو حشوف انا؟ عندي اول شيء كلوزد ستيربس عباره عن اول ستيربس اللي من برا، حيكون عندي وحده من جوا. هون بيكون بهيدي الحاله عندي قديش؟ عندي 4 لجز وعندي 4 رو، يعني رو 2 3 4 بكل رو، ان ايتش رو شو في عندي؟ عندي 4 لجز، يعني عندي 2 كلوزد ستيربس، هيدا ستيربس وهيدا ستيربس. هروح لهون حقول له 4 لجز واكوردنج، بس خلينا نستعمل نبلش مثلا ب 3 روز، وخلينا نستعمل الدايمتر للبار مثلا 516 بالاول ونعمل كالكوليشن. حقول له كالكوليت. هلا شو عم بيقول لي هون؟ كاربل شير سبان تو دبث ريشيو اي اوفر دي هو 0.357، اصغر من 1. اوكي، شو معناتها اصغر من 1 يا شباب؟ الكود كاي سي اي حط ليميت على الطول تو دبث، ليش؟ تحت هل بيعتبره شورت كانتيليفر يعني كاربل براكت او بيعتبره لونج كانتيليفر. الشرط اللي حطه الكود انه اذا الاي اوفر دي اصغر او يساوي 1 معناتها هيدا شو؟ عباره عن براكت اند اور كاربل، يعني اللي هو بذاته نفس التسميه. إذا أكبر من 1 شو بنعتبره؟ حتى الكود راح إذا أكبر من 2 بيكون عبارة عن long cantilever، يعني كأنه cantilever عم نشتغله بسلاب. طيب شو عم بيسألني؟ عم بيسألني carbel reinforcement primary tension reinforcement الـ ASC قديش؟ 397.46 مليمتر سكويرد، يعني الـ reinforcement اللي هو بالماجونتا اللي بدنا نحطه قديش قيمته؟ 397 مليمتر سكويرد، يعني ما يقابل قديش؟ 2 تور 16. وبالتالي هون شو صار فينا؟ صار فينا نعمل ريدكشن للدايمتر. حقول له كالكوليت ريكالكوليت، هيستعمل قديش؟ 3 تور 14. خلينا نشوف مثلا اذا في استعمل 12 كالكوليت. انتبهوا شباب، هودي الاربع تور 12 وين بدهم ينحطوا؟ بدهم ينحطوا بالبيم سكشن، يعني اذا برجع انا لهيدي الصوره وين بدهم ينحطوا؟ بدهم ينحطوا توب وين؟ بالبيم سكشن، يعني عندي 1 2 3 4. بدنا ننتبه على طول، هل ال 20 سنتي اناف انه ينحط فيها 4 طور 12؟ كيف بنحسب؟ بنحسب السبيسنج. لحتى احسب السبيسنج اس شو بيساوي؟ 200 ناقص 2 كفر. قديش نحن بناخذ الكفر مثلا؟ خلينا ناخذه 25 فروم سايدز، يعني ناقص 2 ضرب 25. هلا شو صار في عندي؟ قسمه
السبيسينج بيناتهم 1 2 3 اذا عندي 4 بار عندي 3 فراغات بيناتهم قديش بيطلع هيدا الرقم؟ بيطلع 50 مليمتر. هلا 5 سنتي اكيد هو فراغ ممكن برياحة يمرق فيه الباطون، بس تجنبا لاي مشكله خلينا نستعمل 3 تور 14. يعني حارجع انا اروح للسوفت وير حقول له انستد اوف 40 مليمتر حاستعمل 14 مليمتر، حيقول لي 3 تور 14 بدي اياهم. هلا كشير رينفورسمنت الاي اتش، لاحظوا شو عم بيقول لي، 3 روز اتش كونتينز 4 لاجز اوف تور 8. يعني هلا شو حدد لي هو كمان؟ حدد لي انه هول الرينفورسمنت اللي هون قديش الدايامتر لإلهم؟ فاي 8. كم رو عندي؟ عندي رو 2 3. هلا حنروح للرسم الاوضح اللي فيها بيتحدد الرينفورسمنت. لاحظوا هون، هلا هون حددنا كل شيء رينفورسمنت. عندي الرينفورسمنت اللي هون اللي حطلنا اياه السوفت وير بالماجنتا هو هيدا، هو عباره عن شو؟ شوفوا الديتيلينج تبعه كيف بيكون، بيكون هيك لج وحدة او بار واحد بيطعش بهيدي الطريقة. كم وحدة بدنا منهم؟ بدنا وحدة، بدنا ثلاثة مكررين على شو؟ متكررين على الكروس سكشن لهيدا البيم. كيف حيبينوا معي هون؟ حيبينوا معي 3 موجودين هون. هلا بالنسبة للشير رينفورسمنت عم مين عم بيسألني؟ عم بيسألني عن نمبر اوف روز، عندنا 1 2 3. قديش هو؟ عبارة عن 3 روز 5 8. كم لاج؟ 4 لاجز. يعني إذا بتطلع فيهم بالبلان فيو عندي أول لاج بيرجع في عندي لاج تانية. هذا هو تسليح. هلا ليش نحن بنستعمل هذا الفريمينج بارز؟ ليش نحن بنستعمل هيك إنه يكون شكله للبار؟ ليش؟ لحتى لا يكونوا ستيرابس هانجر. ما بالأخير أنا هودي الستيرابس على شو بدي علقهم؟ بعرف انه انا الريكوايرد رينفورسمنت اللي انا بدي اياه هو بس تو كفر النيجاتيف مومنت، يعني انا بكفي انه جيب البار هيك هيك ووقفه. طيب الشير رينفورسمنت اللي هو رو 1 2 3 كيف بده يكونوا كونكتد؟ وبالتالي لابد من انه شو كون عامل انا؟ لازم يكون عامل ريبار مساعد لالي اقدر اعمل لهم كونكتيفيتي. كما هيك الرينفورسمنت اللي زدناه من هون هو عبارة عن شو؟ عن هانجر لحتى اقدر شو حط عليه؟ اقدر حط عليه الهوريزنتال رينفورسمنت. بس هيديها هيك شباب بكل سهولة هيدا البروغرام سمح لي انه اعمل ديزاين للكاربل during 5 minutes. قدرت انت تسلح الكاربل، عرفت شو الرينفورسمنت اللي لازم تحطه، كم رو بدك اياها، قديش الديامتر لإله، واكيد قدرت تعمل سايزنج لمين؟ للكاربل اتسلف وللبليت اللي هو البيرينج بليت. هلا النكست اكزامبل حيكون هاو تو ديزاين ا بيم ledge.